هاد السيده كنتمنى يكونوا مشاعات سيده، كنتمنى يكونوا اسياد، هادو كيتسموا كنتمنى يكونوا سيدات واسياد في هاد البلاد. انا جايه ناظر، انا جايه ناظر، يعجز اللسان عن التعبير وعن الشكر وعن الامتنان وعن بزاف الاشياء. اما بالنسبه لا علاقه، جيك لا علاقه، لا علاقه بزاف من هاد المنبر كنشكرها بزاف، وكنتمنى الله يزيدها، وكما كيقال الله سبحانه وتعالى ما ضاع مال من صدقه، كنتمنى الله يزيدها والله ييسر الامور، وكنتمنى ناس اخرين يضربوا من نفس على هاد البلاد وينوضوا بحال هاد السيده هادو ويتبرعوا بهاد المال باش نبنيو حنا ونضامنوا ونسيروا في المسار الدول المتقدمه. شخصيه اكس وان ان وان هذه جات مع هاد الفيروس الان وان اش وان، جات معاه هي هذه. هادشي انا كنسمي عير تخربيق، هادشي انا ماشي ما داخل ليا، لا منا نهضروا في المعقول الصح، نهضروا في شي حاجه اللي بالصح. اما بحال هادشي ما كيصيبوا ما كيديروا كيخرجوا بحال هاد الاشاعات ولا كيعطيو قيمه لمن لا قيمه له. بالنسبه ليا السيده اللي تبرعت بالمبلغ المالي نجيه ناظر، انها دارت شي حاجه لهاد البلاد. هما الناس دوك يخرجوا كيعايروا فيها، لا حقا خوها داير، ما عاوناتش عائلتها، ما دارتش، على الاقل هي دارت داك الشيء اللي ما قدروش الفاعلين اللي في البلاد والسياسيين اللي في البلاد يديروهم، هي حقاتهم. بالنسبه لمصطفى صديق لي الملقب اكشوان اكنوانت، ما يستاهلش باش نكونوا واقعيين. الاعلام ديالنا كيمشي ياخذ كيدير لواحد البوز من لا شيء، فقط كلمة خلاتي يولي مشهور، ولينا في عرس، ولات عندنا واحد السيادة كاينة بزاف اللي هي المسكنة. هذا فلان مسكين، هذا مسكين، هذا مسكين، هذه فاعلة، هذه لا، راه كاينين اللي حقوا نجاحات وعمرهم ما دار معاهم حتى انترفيو واحد، كاينين اللي ما نعرف اشنو داروا في، ماشي غير في المغرب، في دول برا، وما عمرهم ما داروا. دونك نحاول نرقيو الإعلام ديالنا شوية، ما كاينلاش هذه تستاهل، السيدة نجية ناظر تستاهل لأن دارت شي حاجة في البلاد. باش تبرع بداك المبلغ عفوا، راه تستاهل. السيد الاخر انا بالنسبه ليا ما يستحقش هاد الدرجه كامله، باش الاعلامي يولي باش عنده تال دارو ويدير مع انترفيو ما كاينلاش. هذيك السيده لا عمرها دار، كنت فهمتي دارت شي حاجه للبلاد، فهمتي شرفات البلاد وبزاف ديال الحوايج، وما كرهتش انا نكون بحالها، ولكن الغالب الله حتى انا نهار غندير فلوس ماشي غنتبرع بحالها، غندير شي حاجه كثار من بحال. اكسوان اكنوان اكسوان اكنوان، تخربيق داكشي. كينوضو يدعموا شي واحد وكيقول لك اكسوان، انا نوض نسمي راسي دعموني ويقولوا لي صافي نوض اش تدير، وندير شغل ما بغيتش داكشي، بغيت ندير شي حاجه ديالي انا. داكشي ديال اكسوان اكنوان تخربيق. بالنسبه للمدعوه نجيه ناظر، هذيك انسانه تبارك الله وكينو لها الاحترام بهذاك الجيست اللي دارت. كاينه هضره بزاف كتقول علاش ما بناتش الجامع، علاش ما دارتش، كما كيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها، هي ابن المنطقه ويلي عارفه الخصائص اللي كاين تما، وفهاد الشيء غيجرني للحديث على المدعو اكشوان اكنوان. تستاهلش ديك الضجه، هي ضجه كما كيقولوا ضجه موسميه، غير مجرد سحابه الصيف عابره غادي تمشي، والخاسر الاكبر فهاد الشيء كامل هو المدعو اكشوان اكنوان. كما تشهر بديك العباره الصغيره، حتى المده ديالو اللي غيتشرف فيها راه غتكون قصيره جدا. بالنسبه لهاد السيده نجيه ناظر اللي تبرعات بهذا المبلغ المالي، طبيعة الحال هي امراه بألف رجل، تبارك الله عليها، حنا محتاجين بزاف حالها في هذا المجتمع هذا باش نتقدموا. اما بالنسبه لديك الشخصيه اللي تشهرات بعباره اكشوان اكنوان، هادو ناس يعني الاعلام فخهم بواحد الدرجه كبيره اللي ما يستحقوهاش صراحه. سيد فارغ اجوف من داخل، ما عنده والو، ومشهور هاد الشهره كامله، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد السيده اللي تبرعات باش تبني مدارس في المجال القروي، دارت عمل يستحسن، و سميتو يعني ولا دارت البوز يعني تستاهل. ولكن دوك الناس اللي كيديروا غير تخربيقه وكيديروا البوز، هذوك راه في الحقيقه راه كاع ما خاصهم يديروا البوز، يعني داك الشيء كاين شي حوايج يعني تافهين، وهذا وكل شيء بنادم كيقول لك هذاك دار وهذاك دار وهذاك الشيء، ما خاص الانسان يجلس الارض ويدير عمل، حتى لا دار به البوز يحمر الوجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.